يعني ما عندي استطاعة أجيب له الدواء، يعني لو في استطاعة يعني كان رب العالمين فضل علينا كتير. بداية مرض كامل، أول نقل دم نقلت له إياه هو عمره 11 شهر. قلنا إن شاء الله إنه قلنا الدكتور إن شاء الله إنه بتنقل له مرة واحدة بعدين ما بحتاج، ونرجع احتاج معناتها ابنك معه مرض تلاسيميا. نقلت له أول شهر نقل دم، بعد شهر احتاج حلنا النار وطلع معه مرض تلاسيميا. صرنا بنعاني من هالمرض من 2009، بعاني من مرض كامل لحد الآن. لل 2017 استشهد والد كامل، حادث ميتور طبعا، توفى الله وصلى على سيدنا محمد. كنا نعاني بالمرض وبالدواء، صرنا نعاني باليتمة، يعني انه هون ما ضل لي معين غير الله عز وجل، يعني ما بقى لي قدرة لا اجيب له دواء لا هالايتام يعني اعين فيهم غير الله عز وجل. يعني ما حتى ابني استشهد قبل ابوه بعدين استشهد الوالد. وعندي هذا مريض تلاسيميا عم بحكي لك، يعني انه سبب نقل دمه كل 20 يوم بده دم، كل 20 يوم بده دم، ومع علبة دواء اللهم صل على سيدنا محمد، وما يعني ما عندي استطاعة اجيب له الدواء، يعني لو في استطاعة يعني كان رب العالمين فضل علينا كثير. وبالمشافي يعني حتى بالمشافي ما عندهم يعطونا اياه، انه دواء بسبته انه غالي، دواء التلاسيميا غالي، واذا ما اخذ الدواء بصير معه وجع بطن، بصير معه وجع بالركب. وسبب نقل الدم كمان شلت له طحال، هلا شلت له طحين من عمره 9 سنين، شلت له طحين هلا كامل عمره 12 سنه، شلت له طحين كل 20 يوم بنقل له دم. وعمر الحمد لله رب العالمين حللنا له حمل مرض التلاسيميا بس ما بنقل دم، بنعالجه علاج وغذائي، يعني بنعالجه. انا اسمي كامل عبد السميع عفش، بتمنى من الله يشفيني والعالم يساعدوني حق الدواء والعلاج. انا ركبي بوجعوني، ما بحسن بلعب مع العجيان لاني ركبي بوجعوني بتفشك بوع. وانا طيبه من الله ثم من اهل الخير، يعني مساعد الدواء لهالايتام لهالاطفال المريضين، انه علبه دواء مساعدة إنسانية، والله يقدركم هيك اللي بيساعدنا على فعل الخير، والله يديكم الخير يا رب، وحسبي الله ونعم الوكيل.